Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor undian 6. Peserta dengan nomor undian 6 akan menyampaikan pidato dengan tema pilihan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. أصحاب الفضائل هيئة تحكيم المسابقة. أصحاب السعادة لجنة تنفيذ البرنامج. فيا أيها المستمعون الكرام، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام، بتحية مباركة، بتحية من عند الله، بتحية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن أشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً وقمراً منيراً. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذه المناسبة البديعة اسمحوني أن أقدم لكم خطبة عربية قصيرة تحت سبيل العنوان المعاهد الإسلامية ودورها في مكافحة الإرهاب. أيها المستمعون الكرام، لقد سمعنا كثيرا كلمة الإرهاب في هذه الأيام الأخيرة. إنها كلمة لها معناها الأصلي في اللغة العربية الخوف، وأصبحت هذه الكلمة لفظة تطلق ويراد بها في هذه الأرض تبيع الآمنين وتدمير الممتلكات وقتل الأبرياء. لقد شاعت وانتشرت كلمة الإرهاب إلى نطاق واسع، واستعملت وسائل الإعلام هذه الكلمة كثيراً لوجود الأفعال الإجرامية التي قام بها بعض الأفراد وتوجه إلى البشرية بصفة عشوائية. هؤلاء الإرهابيون المجرمون لا يعرفون معاني الشفقة والرحمة ولا يفهمون حقيقة الإنسان. وديننا الحنين بريء مما فعل. أيها الإخوة في العقيدة، إذا نظرنا نظرا دقيقا عرفنا أن الحوادث الإرهابية قد حدثت منذ زمان بعيد. فإبليس حصد آدم وتكبر وطغى وأطغى، وقابل بن آدم قتل أخاه هابيل من أجل الزواج، وقوم نوح آذوا نوحا من أجل أنه الحظ، وقوم إبراهيم أشعل له النار وألقوه فيها، وقوم شعيب قال له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، وزكريا ويحيى حاولا قومهما لقتلهما فقتلا، وعيسى سعى كثيرون في قتله وصلبه، وأصحاب الفيل جاءوا من اليمن لهدم الكعبة المبنى الشريف الذي يحج إليه الحجاج. هذه هي أسوأ الإرهاب التي حدثت قبل بديء رسالة إسلامية. ولكننا في هذا المقام سنركز حديثنا على الأعمال الإرهابية التي حدثت في أيامنا هذه ودور المعاهد الإسلامية في مكافحتها. إخوتي في العقيدة، الإرهاب عمل مدمر للإنسانية، وعواقبه السلبية لا تنحصر فقط على قتل البشر، وإنما تمتد إلى تدمير نضال الفكر الإنساني ومظاهر الحضارة. إنه عمل إجرامي يرتكبه قساط البعض من الناس للحصول على غايتهم المادية أو كل شيء خيالي الذي يتصورونه. إن من أهم أسباب الإرهاب هي غياب العدالة الاجتماعية والفراغ الفكري والتشدد والغلو في الدين والفهم
الشهر الخاطئ لنصوص الدين. وهذه الأسباب كلها لا بد أن تعالج بصفة تدريجية ومستمرة حتى لا تنتشر آثارها إلى جهات الأربع. وإذا لاحظنا تماما أن المعارج بكل ما فيها من تعاليمها ومراويجها وكل ما ينسب إليها لها دور كبير في مكافحة النوايا الإرهابية. وبين هذا الأمر إجمالا كما يلي: أولا، إن المعاهد الإسلامية تتميز بنصف الوسطية التي جعلتها دائما في موضع الاعتدال والتوازن دون جنوح إلى إحدى جهتي الإفراط والتفريط. فالتعاليم والبرامج والأنشطة الجارية في المعاهد وهي صورة واضحة التي تقدم الأشياء النافعة لطلبتها وتكون شخصيتهم المنصفة. ولا يبالغ إذا قلنا إن الوسطية هي الطابع العام والسمة الأصلية للمعاهد الإسلامية في أندونيسيا على بعض الأصول. وبهذه الوسطية تخلص أبناء المعاهد من أحابيل الإرهاب. ثانيا، إن المعاهد تسعى دائما لتقويم شخصية طلبتها العابدة وحسنة الخلق. فالمعاهد تقوم بمعالجة الانفصال بين العبادة والأخلاق. فكل من ذاق سيلة التعلم في المعاهد فسوف يكون في المستقبل إنسانا عابدا وحسن الخلق. هذه هي صورة المسلم التي يريدها الإسلام، إنسان صالح الذي يحاول بكل طاقته لتوطيد الصلة بربه وينشر بكل مجهوده قيم المحبة والرحمة نحو غيره. ولما اجتمعت قيم العبادة والأخلاق في كل نفس طالب من طلبة المعاهد فلا شك أنه سيحافظ جيدا على كل ما أمر الله تعالى من فعل المأمورات وترك المنهيات، وسيبتعد في نفس الوقت عن كل الأفعال السيئة التي تضر الإنسان من أخذ حقهم وترويع أمنهم وانتهاك حرمتهم وإزهاك روحهم. وما إلى ذلك من الأعمال الإجرامية أو الإرهابية الأخرى التي تشوه الإنسان وتدمر وسائل الحياة ومظاهر الحضارة. أيها المستمعون الكرام، وبناء على كل ما ذكر اتضح الأمر أن المعاهد الإسلامية وهي مركز علمي الذي له دور فعال في مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه، حيث تدرس فيها علوم الشرعية على وجهها الصحيح حتى انتشرت قيم المحبة والرحمة في شتى المجالات. ولقد قال الله جل جلاله في إحدى آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الصادق الأمين في حديثه الشريف: إنما بعثوا رحمة. فالرحمة إذن سمة المسلم المتميزة التي تميزه عن غيره، بها يرحم الصغير ويوقر الكبير ويبتعد عن كل الأفعال التي تفضي إلى ضرر الغير. وختاما قبل النهاية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.